ما شاء الله يا سلامه، صار عمر طفلك 6 أشهر، الحين صارت تتغيرين شوي بالنظام الغذائي. ها؟ منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف يوصون الأم بإرضاع الطفل حتى عمر 6 أشهر على الأقل. أول أكلات ينصح بها الأطباء هي الأرز الأطفال المدعم بالحديد مع وجبات حبوب دقيق القمح. أها. تعطينها لطفلك في البداية مرة في النهار، وهالشي طبيعي. فعند الولادة الطفل يأخذ 40% من الطاقة من الكربوهيدرات الموجودة في حليب الأم أو الحليب البديل. ها؟ ولكن النسبة ترتفع بعد 6 أشهر حتى توصل ل 55% بعمر السنتين. أوه. ولكن عند شروط البداية بالفطام يا سلامة. ها؟ وزن الطفل لازم يكون مرتين وزنه عند الولادة، يقدر يخلي راسه ثابت ويقعد بروحه، ويكون قادر على نقل الطعام للفم وبلعه. هي. جربي طعام جديد واحد مرة كل بضعة أيام للانتباه لحساسية الطعام، وعشان يتعود الطفل على المذاقات المختلفة. ولا تضيفين الملح، السكر أو العسل. ونصيحة، الأفضل ما تستخدمين الخيار، البصل، الملفوف والبروكلي لأنها صعبة الهضم. أه. يمكن كلها النصايح كثيرة، ولكن هالمرحلة دقيقة للطفل. وعساكم دوم بصحة وسعادة.